قامت مؤسسة حياة كريمة بتنفيذ عدد من المشروعات في شتى القطاعات بقرية شندويل الأم والقرى التابعة لها بمحافظة سوهاج، حيث شهدت القرية حزمة من المشروعات في شتى القطاعات، أبرزها وحدة طب الأسرة في قرية الجزازرة والتي تم تنفيذها في مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بتكلفة إنشاء تجاوزت 35 مليون جنيه، فضلا عن مشروع مجمع الخدمات الزراعية ومشروع مجمع الخدمات البيطرية. على مستوى الجمهورية بسم الله ما شاء الله، يعني القرى ما كانش في حاجة من ده كله، الحمد لله كنا نطالبوا بيه قبل كده، دلوقتي هيتنفذ على أرض الواقع. الغاز الطبيعي والصرف وحتى المية اللي كانت الأول اتغيرت وبيجددوها مع الصرف، ولا مشاريع بصراحة ممتازة. بالنسبة للحياة كريمة كانت القرى فعلا تحلم بحاجة زي كده بجد والله، يعني كنا نحلم ان احنا نشوف صرف صحي أو نشوف خدمات أو نشوف مباني متكاملة. المجاري برضو نفس الوضع، اشتغلوا وحاليا شغالين فيها، ما كناش متوقعين ولا كناش نحلم إن هي تجينا في قرية الجزازرة. احنا فعلا في جمهورية جديدة وفي حياة كريمة، اللي هي وفرت لنا حياة كريمة، وفرت فرص عمل كتيرة للشباب، كل مكان بنلاقي فيه مشاريع للشباب. تقريبا اتقضت على البطالة اللي موجودة في البلد، كل الشباب لو ما كانتش حتى مشاريع تبع الحكومة ولا كده، لا في مشاريع خاصة.